أهلا وسهلا بكم أصدقائي بدرس جديد من فوتوشوب، وفي هذا الدرس سنتعلم كيف نكتب باللغة العربية في برنامج الفوتوشوب. نفتح برنامج الفوتوشوب من إبدأ، هذا أول برنامج، ننتظر حتى ينفتح. نفتح ملف جديد، نحاول نكتب أي شيء من تكست، نكتب مثلا فوتوشوب، أخذ هذا الكيبورد، شوب، كما تلاحظون كتابة من النهاية للبداية، غير واضحة، غير مفهومة، ما نعرف شنو القصة. طبعا حل هذه المشكلة جدا جدا سهل، نذهب إلى Edit، نغلق هذا النافذة، نذهب إلى Edit ومن Edit Preferences، ومن هنا نأخذ Tape، وهنا نكتب Word Ready Layout، أوكي. طبعا نذهب إلى هنا إلى Character، وإذا كاركتر غير موجودة نذهب إلى ويندو كاركتر، نؤشر على هذا الخيار، ومن هنا من كاركتر إنجليش نحولها إلى عربيك. هسه لو نكتب مرة ثانية شوب، لاحظ إنه ما تغير أي شيء، والسبب هو نغلق البرنامج إكسايت كانسل، عفوا نغلقه كوميت نو، الآن نعيد فتح البرنامج من جديد. ننتظر حتى ينفتح، نحاول نفتح ملف جديد، الآن نكتب مرة ثانية شوب، لاحظ الآن أصبحت الكتابة واضحة ومفهومة. ممكن نغير إلى حرف ثاني، مثلا هذا. طبعا في درس قادم سنتناول كيفية تنزيل الحروف الجديدة إلى الجهاز وبعدين الكتابة بها في الفوتوشوب. كان هذا الدرس سريع، أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.